السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة العاجلة. وحينما أقول عاجلة لأن الخبر الذي سوف أتحدث عليه خبر عاجل، الكل الآن يتحدث عن هذا الأمر، كل وسائل الإعلام الأمريكية هذه الساعة تتحدث عن هذا الأمر. فالأمر يتعلق بقرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل لحظات، وأردت أن أضعكم في الصورة بخصوص هذا الأمر. الأمر له علاقة بالحزمة المالية التي تم تمريرها أمس في منتصف الليل. فإذا كنتم مهتمون بهذا الأمر فتابعوا هذا الفيديو إلى النهاية، لأن الأمور التي سوف أتحدث عليها ربما سوف تكون مفاجأة للبعض أو تكون صدمة للبعض، لكن في الواقع مثل هذه الأمور يجب أن نتقبلها دائما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتحدثت في العديد من الفيديوهات على عقلية الرئيس الأمريكي وكيف يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمور. لذلك وقبل أن أتحدث في الموضوع بالتفصيل أريد فتح قوس لحضراتكم. أولا إخواني أخواتي، حذاري من يضعون بعض الفيديوهات التي تتحدث على الحزمة المالية والذين يقومون بترجمة الموقع، يعني يكون هناك خبر في موقع ويقوم بترجمة الموقع دون التأكد من صحة بعض الأخبار الموردة والواردة في ذلك الموقع. على سبيل الذكر هناك من تحدث اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بالمصادقة على الحزمة المالية، وهذا هو بيت القصيد وهو موضوع ولب هذه الحلقة التي أضعها الآن. إخواني أخواتي، إلى جميع من يشاهد القناة، الرئيس الأمريكي في هذه الأثناء يرفض التصديق أو المصادقة على الحزمة المالية. لم يقل أنا أرفض، لكن سوف أشرح لكم ما هي الأمور. كما تعلمون أمس تم تمرير الحزمة المالية أو حزمة الإغاثة التي قيمتها 900 مليار دولار. بالموازاة مع ذلك تم تمرير ما يسمى بقانون الإنفاق الفيدرالي، أو ما يطلق عليه في بعض الدول بقانون المالية للدولة، والذي يعني يمنح ميزانية للقطاعات الحكومية في الدولة. في أمريكا يتم دعم الإدارات الفيدرالية إلى غاية 30 من شتنبر من كل سنة، لأن 30 من شتنبر هو نهاية السنة المالية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. فهناك قراران تم تمريرهما أمس، الحزمة وقانون الإنفاق. المرحلة التالية التي كنا ننتظرها وهي أن يصادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن كما تعلمون تم يعني دراسة المقترح، تم عرضه للتصويت في مجلس النواب، ثم انتقلوا في منتصف الليل أو قرابة منتصف الليل للتصويت عليه في مجلس الشيوخ، بعد ذلك تم تمريره في الكونغرس. فالمرحلة الأخيرة هو مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا الأمر. الآن قبل ساعة من الآن أو ساعتين تحدث الرئيس في منشور له على تويتر، على حسابه على تويتر، على شكل فيديو تقريبا 20 دقيقة على ما أعتقد، تحدث على بعض المعلومات التي سوف نصدم إذا سمعنا ذلك الأمر. سوف نصدم لماذا؟ لأن كان هناك تمرير لبعض الأموال لدعم بعض الدول على حساب المواطن الأمريكي. هذا أول شيء. ثاني شيء هو أن الرئيس الأمريكي تحدث على الانتخابات وتزوير الانتخابات وكيف تم سرقة الانتخابات، وأنه سوف يعود للبيت الأبيض عما قريب. تذكروا أن ما يفصلنا على دخول جو بايدن الرئيس المنتخب للبيت الأبيض 30 يوما بالضبط، يوم 20 من يناير على الرئيس المنتخب الإدلاء بالقسم. أوكي. الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض، وهذا هو صلب الموضوع، يرفض المصادقة على الحزمة. لماذا يرفض المصادقة على الحزمة؟ لأنه ضد شيك 600 دولار. بكل صراحة هذا هو الأمر. ترامب يريد أن يتم إعادة النظر في الحزمة المالية من طرف المشرعين
في الكونغرس، يعني أعضاء الكونغرس بغرفته، النواب والشيوخ في الحزمة التي تم تمريرها أمس، وقال أنه ما تم تمريره أمس هو وصمة عار على جبين المشرعين الأمريكيين. تذكروا أنه حينما تم تمرير هذه الحزمة لم يتم تمريرها فقط من طرف الديمقراطيين، تم تمريرها من طرف الديمقراطيين وتم تمريرها من طرف الجمهوريين، بمعنى أنه كان هناك اتفاق بايبارتيزن أو ما يسمى اتفاق ثنائي للحزبين، بمعنى أن أفراد حزب دونالد ترامب الجمهوريين هم كذلك قاموا بتمرير هذه الحزمة. الآن دونالد ترامب يقول أنه لن يقوم بالإمضاء على هذه الحزمة والمصادقة عليها إلا إذا أعاد النظر المشرعون في هذه الحزمة، لأنه حسب أقوال ترامب يجب أن يتم إعطاء أو إرسال شيك قيمته 2000 دولار للعزاب و 4000 دولار للكابل أو المتزوجين. هذا ما يريده الرئيس الأمريكي الآن. تذكروا أنه الأسبوع الماضي وضعت فيديو أو شرحت فيه، أو بداية هذا الأسبوع وضعت فيديو وشرحت فيه أن الرئيس الأمريكي طالب بشيك قيمته 2000 دولار، وكما تعلمون على مر الأشهر الماضية كان دائما الرئيس يقول I want it big، يعني أريده أن يكون أكبر من أي مقترح تقدم به سواء الديمقراطيين والجمهوريين. وشرحت لكم أنه لا يعقل للرئيس، أنه هو رئيس الدولة وعضو في المجلس في الحزب الجمهوري، ويكون له رأي معارض لحزبه، لأن كما تعلمون ميتش ماكون كان في البداية ضد الحزمة المالية، هناك لحد الآن جمهوريين ضد الحزمة المالية، فيأتي الرئيس في هذه الأثناء الندينة التي الناس كلهم ينتظرون الشيك الذي وعد به المشرعون ووعد به وزير الخزانة الأمريكية الذي سوف يرسل في بداية الأسبوع المقبل. الآن دونالد ترامب يقول أنه لن يقوم بالمصادقة على هذه الحزمة، وقال أننا سوف نعود إلى البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة، ووصف الأمر بأنه وصمة عار. لحد هذه الساعة التي أضع فيها الفيديو تقريبا 9:30، لم يعبر أي أحد من كبار المفاوضين، وعلى رأسهم نانسي بلوسي، ميتش ماكونن، تشاك شومر وغيرهم من كبار المفاوضين، على يعني رأي أو موقف الرئيس الأمريكي. كل المحللون يقولون أن المشرعين خصوصا ميتش ماكونن، لأنه معروف عليه أنه معارض لهذه الحزمة، ربما تم الضغط عليه من أجل تمريرها، فعليه إما أن يقوم بعمل فيتو، لأنه هناك احتمال أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بعمل فيتو أو ما يسمى بحق النقد، يعني ينقض هذا القرار. لذلك فهناك أخبار تقول بأنه المشرعون سوف يعودون الأسبوع المقبل الذي هو أصلاً عطلة، سوف يعودون إلى واشنطن دي سي إلى العاصمة من أجل الترتيب لوضع فيتو آخر من طرف هذه المشرعين أمام قرار الرئيس الأمريكي في حال أصدر الفيتو، لأنه لحد الآن هو يرفض المصادقة. تذكروا شيء آخر ربما لا يعلمه الجميع، وهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه 10 أيام للمصادقة على يعني الحزمة. الرئيس الأمريكي غير مطالب بالمصادقة على الحزمة اليوم أو غد، لديه 10 أيام، في خلال تلك 10 أيام عليه المصادقة على الحزمة. فالمشرعون الآن إما عليهم أن يعني يعلنوا الولاء لترامب ويقومون بإرسال شيكات أكبر للناس، وهذا شيء جيد بالطبع، لأن الناس تحتاج إلى مال في الآونة، أو أنهم يقومون بعمل تسوية مع الرئيس مثلا ويتم تحديد 1200 دولار، أو الإصرار على موقفهم والذي هو شيك 600 دولار. وسوف أضع فيديو لاحقا لظروف يعني عملية العمل ليس لدي وقت، سوف أضع لكم فيديو وسوف أشرح لكم أن هناك مستشارين جمهوريين يرفضون الآن حتى الشيك الذي قيمته 600 دولار. فالخبر العاجل هو أن الرئيس الأمريكي
يرفض المصادقة على الحزمة المالية. مع كامل الأسف بين قوسين أقولها، تأكدوا بأنفسكم أن هناك عناوين لبعض الصحف وهناك عناوين لبعض الإخوان الذين تحدثوا أن الرئيس الأمريكي صادق على الحزمة المالية. الرئيس الأمريكي لم يصادق على الحزمة المالية، فحذاري من يعني بعض العناوين يعني التي تكذب على المشاهدين. فهذا هو يعني جديد هذا الأمر، سوف ننتظر ماذا سيقع في يعني الساعات المقبلة أو غدا صباحا. هل سوف يكون هناك اجتماع طارئ للمشرعين بمعنى الديمقراطيين والجمهوريين يتخذون يعني خطوة أخرى أمام يعني ما طلب به الرئيس؟ لأن الرئيس طالب بإعادة النظر، الرئيس طالب بإعادة النظر، والطريقة التي تحدث بها الرئيس على حسابه على تويتر في شكل فيديو يبين أنه سوف يرفض يعني تمرير ومصادقة على هذه الحزمة، وأطالب جميع من مشاهدة هذا الأمر. يجب عليكم مشاهدة هذا الفيديو، لأن المعلومات التي تحدث عليها لا أقول أنه معلومة كاذبة، لكن إذا كانت هذه المعلومات صحيحة فالأمور يعني ليست جيدة. لا يعقل أن يتم منح دول أموال طائلة في حين أن المواطن الأمريكي يتخبط في البطالة والفقر وربما الجوع، هذا إذا لم نريد يعني تضخيم الأمور. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك وعمل شير للفيديو لتعم الفائدة. شكرا مرة أخرى.